بنفس الابيض السلام عليكم. ما تتخضش، رايح فين؟ انت طبعا داخل تتفرج على روتين يومي زي الست اللي انت كنت شايفها دلوقتي، واتفاجئت بقى بالقرعه دي والسماعات الرخيصه دي وخفت وجريت. طيب بص يا صاحبي، خلينا نتكلم كلمتين كده راجل لراجل. انت داخل تتفرج على واحده بتعمل فراخ، انت لا شيف ولا ليك في الطبخ ولا بتعرف تطبخ اصلا، ايه اللي دخلك داخل عشان كلمة الروتين اليومي؟ ستات كتير قوي بيجروا ورا الموضوع ده علشان يحققوا شروط اليوتيوب والحاجات اللي ملهاش لازمة دي. طيب انت النهاردة لما تتفرج على واحد زي دي محققة 8 مليون مشاهدة في فيديو وهي بتعمل فراخ وبتحط عليها ورق كافور، بغض النظر عن ورق الكافور اللي هي حطيته ده والحاجات اللي هي عملتها، خلينا نفكر كده، هل ده ممنهج ولا مش ممنهج؟ طيب بلاش، خلينا نفكر كده، هل ده حرام ولا مش حرام؟ قطعا هو حرام. ليه بقى؟ اولا ست لابسه خمار ولا لابسه نقاب زي ما انت شايف كده في الفيديو، يعني خايفه من الناس ومن كلام الناس، الحاجات دي طبعا حرام. انت بتعملي حاجه حرام، حضرتك لابسه هدوم خفيفه واقف في المطبخ باوضاع معينه عشان تجري الشباب اللي مش فاهم او اللي الدنيا واخداه وماشي وراك وداخل يتفرج عليك. طيب يا صديقي انت تعمل ايه في لحظه زي دي؟ في لحظه زي دي انت لازم تبعد عن القنوات دي خالص. القنوات دي اولا بتستهلك فلوسك، بتستهلك صحتك، بتستهلك حسناتك، انت حسناتك كده بتروح في الارض. يعني انا شفت الفيديو ده وانا بقلب بالصدفه على الفيديوهات الرائجه في اليوتيوب. تخيل ان فيديو زي ده في شهر واحد فيه 8 مليون بني ادم اتفرجوا عليه، فيه 8 مليون بني ادم خدوا ذنوب عشان واحده عايزه تكسب فلوس من اليوتيوب باي شكل. واقفه في المطبخ لابسه هدوم خفيفه، مش لابسه هدوم داخليه طبعا زي ما كلنا شايفين. يعني ربنا يسامحنا، هما بيقصدوا يعملوا الكلام ده علشان يضحكوا على الشباب اللي زيي وزي حضرتك واللي اصغر مننا واللي اكبر مننا والدنيا لهيهم. الحاجات دي مش كويسه لا نفسيا ولا صحيا ولا بدنيا ولا عقليا ولا الدين اللي هو اساس كل شيء في الدنيا. فتخيل لما الناس دول يجرونا للي هما بيعملوه ده، احنا هنروح فين؟ احنا هنروح النار. طبعا هتيجي تقول لي ما انا زي ناس كتير. ماليش دعوه بالناس كتير، زيك زي ناس كتير، الناس الكتير دول ربنا هيحاسبهم واحد واحد. انت هتخش النار، انت مسؤول عن نفسك لوحدك. لما تخش النار انت هتتسأل لوحدك، يوم القيامه ربنا هيسألك عنك لوحدك، عن اللي انت عملته في حياتك. انت دخلت اتفرجت على مين؟ انت دخلت عملت ايه؟ انت مشيت في حياتك ازاي؟ انت المسؤول الاول والاخير عن حياتك، انت قضيتها ازاي؟ خلينا نتخيل كده يا صديقي ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام دخل عليك وانت بتتفرج على حاجه زي دي، هتقول له ايه؟ يعني مش هتقول له حاجه، مش هتعرف تقول له حاجه، انت ممكن تموت من الزعل على نفسك، ممكن تموت من اللي انت ضيعته. نصيحه لكل الشباب، بلاش نتابع روتين اليومي، بلاش نقعد نتفرج على الحاجات اللي ملهاش لازمه دي. في حاجات كتير قوي، في كورسات ماليه اليوتيوب وماليه الفيسبوك، في ناس بتدي مونتاج، في ناس بتدي دورات في التسويق الالكتروني، في حاجات كتير قوي نقدر نتعلمها من اليوتيوب احسن من ان احنا نضيع عمرنا قدام الروتين اليومي. والستات اللي ما عندهاش لا دين ولا عندها اخلاق دي تحاول تكسب بأي طريقة ممكنة وغير مشروعة. أتمنى يكون الفيديو وصل لكل الناس وإن أنا أكون حققت منه اللي أنا عايزه. الهدف والله ما التشهير بالناس دي، الهدف إن احنا نفوق من الغفلة اللي احنا فيها. أتمنى إن تكون الرسالة وصلت. آخر كلامي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.